ينضم إلينا مراسل الغد من أمام مركز الاقتراع محمد الفنيش ومن أمام مقر البرلمان بالعاصمة عمر بشير. سأبدأ معك محمد، إذن حزب العمال هو الذي يتصدر الاستطلاعات، ما هي استطلاعات الرأي، ما هي الأسباب؟ يرى حزب العمال لأسباب متعددة يتصدر فيها هذه الانتخابات، أبرزها أن 14 عاما من حكم المحافظين سئم المواطنون البريطانيون الوعود المتكررة وأعطوا فرص مستمرة يرى لعديد الزعماء لهذا الحزب. نحن نتذكر أن الحزب حزب المحافظين حكم عام 2010 بعد انتصاره على العمال بقيادة آنذاك ديفيد كاميرون زعيم المحافظين، وذهب ديفيد كاميرون إلى استفتاء من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي ظنا منه أنه سيبقى في هذا الاستفتاء وأن المواطنون سيصوتون لصالح البقاء. فوجئ بنتيجة الاستفتاء التي أكدت الخروج من الاتحاد الأوروبي واستقال، وظل المسلسل يستمر. جاء بوريس جونسون وبعد ذلك جاءت ليز تراس وبقيت فقط 49 يوما وذهبت، وجاء ريشي سوناك وظهرت الفضائح بين ريشي سوناك وبين بوريس جونسون بشأن خروق أو خرق قواعد الإغلاق العام بين جائحة كورونا، صعوبة المعيشة، ارتفاع نسبة البطالة، ارتفاع الأسعار، الأزمة الاقتصادية الخانقة، القطاع الصحي المتدهور، خاصة أن ساعات الانتظار في المستشفيات طالت لمدة 4 سنوات مستمرة دون حل مباشر. كل هذا تراكم على المحافظين، والآن الآمال متجهة إلى حزب العمال الذي عرف زعيمه كير ستارمر كيف يقتنص هذا الأمر. عندما استمعت لكلمة منى آدمز وكنت قد أجريت معها حوار الأسبوع الماضي، منى آدمز كانت من حزب العمال كذلك والتحقت بالخضر بسبب موقف حزب العمال وموقف كير ستارمر مما سمته منى آدمز عندما تحدثت لي بشأن موقفه من غزة. وبالتالي منى آدمز هي من مرشحة يعني فائزة في بلدية ومرشحة الآن في مع حزب الخضر، وبالتالي عديد من صقور الحزب، جيرمي كوربين كذلك غادر الحزب بسبب مواقفه السياسية الخارجية حتى. وبالتالي هذا التضارب كير ستارمر يحاول أن لا يخلق على الأقل بحسب تعبيره معارضة للحزب من طرف اليوبي اليهودي، ويحاول أن لا يسقط في خرق قانون معاداة السامية، وبالتالي يحاول أن يضغط. لكن البعض فسر هذا الأمر بأنه يرى كأن كير ستارمر يميل إلى الطرف الآخر، كير ستارمر ينفي هذا الأمر. حزب المحافظين كذلك لابد أن نشير في أنه بداية الحرب الإسرائيلية على غزة كان يعني مؤيدا للرواية الإسرائيلية، وبسبب ضغط الشارع البريطاني تراجعت السياسة الخارجية بعض الشيء وإن لم تكن إلى المستوى المطلوب. وبالتالي هذه الانتخابات ستضع توازن سياسي سواء في السياسة الداخلية للمملكة المتحدة أو كذلك في السياسة الخارجية. عندما أقول السياسة الداخلية تحدث عن موضوع المهاجرين والأجانب، وعندما تحدث عن السياسة الخارجية تحدث عن الحرب الإسرائيلية على غزة. نعم، أنتقل إليك عمر. يعني العاصمة البريطانية لندن كانت من أكثر ربما من ضمن يعني العواصم الكثيرة التي شهدت مظاهرات حاشدة تضامنا مع غزة، تنديدا أيضا بما يجري من انتهاكات إسرائيلية. الناخب المسلم أو العربي أو المتعاطف مع غزة هل له دور في هذه الانتخابات؟ يعني بالتأكيد لا يمكن تهميش الجانب المسلم أو العربي أو أيضا المتضامن مع القضية الفلسطينية من المواقف، وهذا ما رصدناه على مدار الأشهر التسعة الماضية خلال المظاهرات التي جابت شوارع العاصمة البريطانية لندن. وأتذكر أننا قمنا بإجراء عشرات المقابلات مع بريطانيين ليسوا مسلمين، ليسوا عربا أو أوروبيين أيضا يعيشون هنا ومعهم الجنسية البريطانية، كلهم يعني كانوا يعبرون عن الغضب من سياسات حزب المحافظين الحاكم في دعم إسرائيل في حربها على قطاع غزة وتزويدها بالسلاح وعدم التوقف عن هذا الإجراء، بالإضافة إلى غضبهم أيضا من حزب العمال. لكن هذه الشريحة، إذا ما تحدثنا عن الشريحة العرب
أو المسلمين في بريطانيا، البريطانيين العرب والمسلمين، المتضرر الأكبر من فقدان أصواتهم هو حزب العمال، لأن هذه الشريحة تاريخيا أقرب للتصويت لحزب العمال إذا ما قورنا بتصويتهم لحزب المحافظين. هناك من يصوت طبعا للمحافظين، ولكن الأكثر والنسبة الأكبر هي للذين يصوتوا لحزب العمال. هؤلاء الآن غاضبين ويعبرون عن غضبهم من حزب العمال بناء أيضا على مواقفه المؤيدة للحرب على قطاع غزة، ولا ينسوا ما قاله كير ستيرمر زعيم الحزب عندما برر قطع الطعام والماء عن المدنيين في قطاع غزة في بدايات الحرب، ولا يشفع له اعتذاره عن مثل هذه التصريحات وتجميل المشهد بأنه سوف يعترف بالدولة الفلسطينية إذا ما انتخب كرئيس للوزراء في بريطانيا، ثم تراجع عن توقيت الاعتراف بهذه الدولة. كل ذلك لا ينسى الناخب الذي حسم قراره منذ أشهر بعدم التصويت للعمال، وبالتأكيد لن يصوت للمحافظين. بالتالي هذه الأصوات يستفيد منها المستقلون، يستفيد منها الأحزاب الأخرى، وربما على رأسها حزب ووركرز العاملين الذي أنشأه جورج جالوي، والذي ينتقي جميع المترشحين بهدف خدمات في بريطانيا وهدف إدانة آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. وبالتالي هؤلاء يجدون في مرشحي حزب ووركرز يعني وجهة لهم للانتخاب. أشكرك، شكرا جزيلا لك عمر بشير. الشكر أيضا لمحمد الفينيش، كنتما معنا من لندن، شكرا لكما.